نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مبلغ من المال وقبل حلول الحول بشهرين أخذت بالمال سيارات للعمل، فهل هذا المبلغ فيه زكاة؟ لا، ما دام أنه ما تم عليه حول فإنه لا زكاة فيه. إذا صرفته لشراء سيارات للعمل قبل الحول أو استهلكته وأنفقته فليس فيه شيء. من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، قال صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.